عليكم المشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ كيف ما شفنا حنان خرجت المره الثانيه واحد اللايف مع سروالي وكتحكي بانها هاد الانسانه هذه تعرضات بزاف ديال الشتم وبزاف ديال العنصريه عند قناه محبوبه. هاد السيده هذه خرجت ثاني وبالدموع وكتحكي وكتشكي وكتقول قلبي باقي عامر على محبوبه، حيت هما هاد القناه هذه كنت انايا غاديه معاهم، زعما كيقولوا لي انت راه غاديه تمشي مزيان، غاديه تطلعي بزاف، غاديه تولي بالدار ديالك، غاديه تولي ناجحه. فحال تشمتت هاد السيده، بحال تشمتت، كانت زعما عاطيه النيه معاهم، كتقول انا غنخدم وهما كيخدموا وفي الاخير هذاك الشيء راه لمصلحتنا بجوج، حنا انا وياهم غادي زعما نطلعوا، انا وياهم غادي نوليو في القمه كما تنقول. ولكن للاسف دابا قالت انا وليت مهده بالسجن، وهي كتخدم خايفه بزاف ومكبره الموضوع بزاف من ديك القضيه ديال السجن، وهي راه ماشي القضيه كبيره غير القضيه ديال عدم الامانه وداكشي ديال الفلوس ديال الام ديالها، راه ساهل حيت ماشي شي طرف اللي ضدها باش غادي تخاف هذا الخوف كامل. الام ديالها دابا مصالحه معاها وقالت انا بنتي ما غندخلهاش للسجن، وطبيعه الحال راها ما غاديش تدخل، وهي زايده فيه كما قالوا الناس اللي معاها راه مشات هي تسلم راسها قبل ما يستدعيوها، ما كاينه لا سيد على والو، مشات هي كتسلم في راسها. كيف ما نهار كانت تخاصمت مع امها وقالوا بلي راه ضربات الام ديالها، ومن بعد تاني مشات وجلست قدام المحكمه وبقات كتبكي تبكي وتقول انا جيت نسلم راسي حيت ضربت امي. هاد الانسانه هادي عندها واحد الهلع وعندها واحد الخوف من السجن، ومسكينه ملي كتبقى داكشي تجمع 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 فيها على نفسيتها، الحاجه الوحيده كتمشي للسجن باش تسلم راسها وتقول لهم حبسوني. وكما قالوا كاملين كتقول لهم جيبوا لي القفه وعدكم تنساوني، وخوها قالت لهم كيبكي كيقول لي ما غنساوكش، وصافي هي وصلات القفه وصلات للحكم ودارت راسها راه تحبسات وكلشي. مسكينه هذا هو الواحد الانسان اللي تيكون ما عارفش بزاف ومحدود وغير مسكينه غير في الحمام وغير خدامه غير في الديور، ما عارفاش مسكينه بزاف ديال الحوايج اللي جا كيضحك لها على عقلها واللي جا كيستغل هذيك الانسانه. مازال قلبها عامر على قناه محبوبه وكتقول ضحكوا عليا وما نويتش هاد الشيء، وهما كانوا زعما عمرني ما كنت قلت غادي نتفرق معاهم، كنت دايره مخوتي ودايره مخواتاتي. وحكات على انها واحد المره تيتيش قالت تخاصمت معاها واحد الخصام اللي هو قاصح، تولت قالت لي غير كتغدد ولات كتفقص، ما عرفتش كانت باغا دير فيا. وعقب ناض الزوج ديالها قال ليها الا كنتي ما كتحمليش حنان خرجي تيا وهي تبقى في الدار. زعما دوك الدراري كانوا كيبغيوها بزاف لدرجه انهم كيقولوا لعيالاتهم خرجوا تبقى هي، ولكن قالت انايا ما كنتش عواله غادي تتلى بيا بحال هكا وترجع الان زيرو، ما عندها لا فلوس لا والو، حتى الشفط ما داروش ليها، ودرات تاني على داك المليون اللي صيفطوا ليها المحسنين باش تمشي عند الدكتور التازي باش تحيد الشحمه الشفط. قالت انا مني مشيت عندهم عند الدكتور التازي عيطت لها واحد المحسنه قالت لها غتشدي واحد المليون ديال الفلوس باش ديري الشفط، ومني مشات وصلت على التازي عطاوه غير 6000 ريال في السكرتيريا باش يدخلوا يشوفوه. مني دخلوا شافوه قال ليهم 17 مليون ماشي مليون، وقالت هذاك المليون عقب مشى وما بقاش بان ليا وانا ما استفدت منه والو، وجاهم هذاك الثمن الخيالي وعقب خرجوا مشاو بحالهم. هاد 17 مليون ما قالتهاش حنان، قالها حسن في واحد الفيديو اخر في قناه اعلاميه، قال الشفط قالوا لنا 17 مليون، وهذاك المليون هي كانت زعما طامعه بيه باش يعطيوه ليها اللي حيدو منه 6000، قالت هذاك ديالي ولكن ما تسلماتوش، وقالت حتى داك اللبس اللي كنلبس رانا كنمشي كنتسلف فلوس من الجيران وكنشري بيجامات وكنشري حويج. رغم حنا تنشوفوهم هما كيكونوا معاها في فيديوهات وكيفصلوا ليها على التو وعلى داك وكيقولوا راه ها فلان اللي غيخلص، ها فلان اللي غيدير، كل واحد اش تيقول. سبحان الله، هي قالت بلي كنتسلف باش نشري دوك الحوايج اللي كنت نلبس، وهما كيمشيو معاه عند الخياط وتيقولوا ليه خيط الحنان وفصل ليها اللون اللي بغات وحنا نخلصو. واحد المره داك ياسين هو اللي كان واقف مع الخياط وكيقول ليه تختار اللبسه اللي بغات وانا نخلص
الله أعلم.